بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en regardant ma vidéo. فيديو اليوم راح يكون أو درس اليوم راح يكون على الكفة. كيفاش نديرو كفة تكون سهلة ومتحوفة ومتقنة. Le tuto d'aujourd'hui consiste à faire un bon ourlet bien simple et facile et très bien fini. نحتاج طبعا هنا نحتاج لا غفلات. On aura besoin d'un rouleau de reflette spécialement, c'est conçu pour faire les ourlets. البنات هذا الرولو او هذا الفيزلين يجي شريط فيزلين فوالا عيط نلقى له اسمه. هو سبيسيالمون تاع الكفه اللي يعني نخدموا به الكفه تجي متقنه ما شاء الله. انا نركبو هي نورمالمون كاين اللي يركبوه ديريكتومون يسيرجي في لا ماشين وتكف. انا نديرو بالزيكزاك. دوك نروحو للطريقه ونعطيكم كيفاش نديرو الكفه. لكن قبل هذا نعطيكم كيف نديرو كفه عاديه. الكفه اللي نطويو سنتيم ونزيدو سنتيم. لا بروميير دي شوز اون فير ان اورلي سامبل ان اورلي جوست افيك لا ماشين. On fait plier un centime, un centimètre de tissu et aussi un autre centimètre là pour avoir un ourlet assez facile qui va tout ce qui est liquette, jupe, robe, tout ce qui va en bas ou bien pour les manches. On met la machine à la bénette, on colle au bismillah. حاجه سهله خلاص. نجيو نطويو نكبر لكم بالك شويه. نطويو سنتيم هي الكفه كامل من الاحسن. هذه هي المليحه سنتيم ونزيد نطوي سنتيم. هذا فيما يخص الكفه الرقيقه. هنا كي نحبوا نديروا كفه رقيقه تقدر تزيد على هك لما تعود في قندوره في القطيفه. انا في القطيفه ما نحبش ندير كفه رقيقه كيما هك. نحب نكبرها شويه ندير 2 سنتيم يكون احسن. 2 سنتيم لما تعود بلا غفلات. كي تعود دي تيسو نورمال يعني الكتان شويه تاع الصيف نقدر نديروه بالطريقه هذه ونزيد 2 سنتيم ونزيد نطوي 2 سنتيم تكون القندوره عندها ثقل من تحت يعني تكون احسن. اون بي فير ان اورلي جوست ا 1 سنتيمتر دو بور دو تيسو بور فير بليي 1 سنتيمتر اي امبلي ان اوتر سنتيم. اوسي اون بي فير 2 cm et on plie encore 2 cm. Là, c'est pour les tissus assez fins, les tissus d'été, les tissus faits en coton. Sinon, pour le velours, juste avec la reflète, et on fait 2 cm et on coud de cette façon. Là, on va à la pratique. نطوي سنتيم يا البنات ونزيد سنتيم اخر. بسم الله بوان داري البنات دائما نحط لكم بالك احسن. سامحوني زعما درت الفلاش تبان لكم بالك شويه. البوان داري هذا فيما يخص كفة عادية. أما الكفة اللي نديروها بالغفلات أو الفيزلين شريط الفيزلين نورا ما عليه بالنا نعيطو لغفلات نورمالمون لغفلات تاع الكفة. ونجي على وجه القماش ونستعمل البوان زيكزاك. نحاول انه البوان يكون شويه متقارب لبعض. ونحط القماش على لا غفلات يجي قد بعضاهم ونستعمل الزيكزاك. بعد
بعد ما استعملت الطريقه هذه نجي نطبق على سنتيم، يعني حسب واش عندك. ما ممكن بالك اون مونش تقدروا تستعملوا سنتيم يجي مليح، اما اذا كانت كفه من تحت قندوره مثلا نقدروا نطلعوا نديروا 2 سنتيم، يعني على قد لغفلات بهذه الطريقه. هذه هي احسن طريقه باش دير الكفه البنات. نرجع نسيري الماشينه ونجي انا هنا راح ندير على 2 سنتيم اللي هو عرض لغفلات او شريط الفيزلين. هذه هي النتيجه. طبعا الخدمه تكون بنفس لون الخيط، انا هنا مديرت لكم خيط مختلف باش تشوفوا الخدمه كيفاه تجي. لا جي اوتيليزي لا غفلات اون فيزلين، جي بليي ابري افوار فيكسي لا فيزلين افيك لو بوين زيكزاك، جي بليي لو بور افيك لا فيزلين ا 2 سنتيمتر فوالا، اي جي في ما كوتور. Là, c'est un ourlet classique, banal, qui est fait à la machine. On peut faire la même chose, mais on peut le faire aussi à la main, mais en pliant deux fois. On peut avoir un point bâti, qui est un ourlet fait à la main. Tous les tutos spécialement conçus pour les points qu'on peut réaliser à la main sera fait une vidéo à part. Les benettes, Kayn Bzef, كفات او دي بوان نقدروا نخدموهم او طرق نخدموا دي بوان يكونوا باليد، يكونوا هذاك باذن الله في فيديو منفصل. يعني هذه الكفه اللي مطويه على 2 ممكن ديرها بيدك، يعني نقولوا السيفيلا باردون راحت لي الكلمه فرونسي. المهم البنات انفوفيلاج فوالا، نقدروا نخدموا بالطريقه هذه ونديروا انفوفيلاج اللي هي كفه تاع اليد. البنات هذا واش كان في فيديو نهار اليوم، جيسبر تلقاو كل الفائده باذن الله. ما تنساوناش في اللايك ولا هكا ولا ما تشوفوش هذه البنات راني حطتها على السطر اللي عندي في ظهري، راني مدايرتها في لي بوين اللي هما يدي للظهر، يعني باش ما تقولوش واش بيها طاطانا. المهم البنات نقول لكم يوم جميل يوم موفق ومع السلامه.